الطيارة كلها ربع ساعة ويجي حضرة الضابط عشان يستلمها، مش هيلاقي فيها إلا الديل. الديل أنا هروح عندهله، إن ما هب بعيشتك، إن ما خصم تمنها من مهيتك ما بقاش أنا. ما لبستش لافارول ليه؟ اصلها شغلانه بسيطه يا فندم وخلصتها خلاص. التربينه سليمه؟ سليمه يا فندم. مفيش ترشيح في دوره الجاز؟ مفيش يا فندم. ودوره الهيدروليك ضغطها مظبوط؟ مظبوط يا فندم. لا عليك نور يا حسين، انا قلت من الاول مفيش حد يقدر يصلحها غير حسين الغندور، مش كده يا شاويش عطيه؟ كده يا فندم. طب روح بلغ كومندان السرب ان الطياره جاهزه. حاضر. يا حضرة البتشاويش سامحني، أنا كنت عاوز أبسطك. ما أنا كمان هبسطك خالص خالص، أنا مناخيري بأربع محركات. يا فندم والنبي أنا ما كانش قصدي. اخلص يا نور يا بليشتو. اعمل معروف، قومني بالأجازة بقى ما تفضحني. مش عاوز أجازة؟ أيوة يا فندم. طيب أنا مستعد أديلك أجازة بس على شرط. أشرط زي ما أنت عاوز. إنك تيجي معايا البيت وتعمل قدام مراتي إنك أنت مجنون. مجنون؟ أيوة مجنون. خلاص يا فندم وستين مظبوط. وكل ما اقول لك على حاجه قول لي مظبوط. وستين مظبوط يا فندم. استبيني؟ استبينا. تعال اتفضل يا فندم.
انت يا جدع مش مجنون وعندك والعياذ بالله شويه ملاخوليا؟ مظبوط. وامبارح لما جيت تزورني هنا مش جات لك النوبه ونايمتك على السرير وطلعت عشان اجيب لك حكيم؟ مظبوط. هو مش قال لك انه رايح لمراته التانيه؟ مظبوط. اعترف بالحقيقه، انا هقطم رقبتك النهارده يا وليه. ده بيهلوس. مظبوط ازاي يا ابن اللذينة؟ ازاي تقول مظبوط يا فندم؟ مش انت اللي قايل لي اقول كده؟ قايل له يا سعد عيطة هلا هلا على الملاعيب. الله يطبقها على دماغك يا وليه. ده مجنون جات له في الجنان. شوف عينيه مبرناها ازاي اهو. دلوقتي هو حلو لوحده. اه يا حسين اه استراحة يا حبيبي. اه انا مش قايل لك ارتحت دلوقتي يا حسين؟ ما تخافوش، انا اول ما هشرب كوبايه الدواء دي حروق على طول. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماما انا اسفه ماما، الكوبايه اتكسرت والدواء على الارض. يا ماما مين بابا؟ اه يا بابا. معلش يا حسين فداك يا حبيبي. انا لا لا عاوز اروح عند امي. طول بالك يا حسين، هتروح حبيبي هتروح. تعال يا حسين تعال ارتاح ارتاح. سيبني مين اللي شد الكرسي من تحت مني؟ انت عاوز تموتني؟ انت عاوز تكسر رقبتي؟ والله ما انا قاعد عندك. اوعى ناس مجانين مخانين. لا حول الله. صدقت يا وليه انه مجنون. سعيد بتحبيني يا سونا؟ يا سلام، ده انا مقتول بحبك، مجنون في حبك. اذا كنت بتحبيني روح كلم بابا. اكلمه على ايه؟ كلمه عليا، مش يمكن حد يتقدم لي ويخطبني منه. مستني ايه؟ مستني بس لما الظروف تتحسن احسن. انا ظروفي مش ولا بد. ثم كمان يا حبيبتي افرضي ابوكي طلب ان انا اشبكك بايه؟ بطياره مج؟ اخيرا لقيتك. إيه؟ اتفضلي امضي بقى عشان تقبض. اقبض ايه؟ 25 جنيه اجره الخمس ايام اللي اشتغلتهم في الفيلم. إيه؟ ده مش اسماعيل، ده اخو حسين اللي بيشتغل في سلاح الطيران. غريبه. الواحد مش ممكن ابدا يفرقهم عن بعض. ايوه اصل احنا اخوات من زمان، بقالنا كتير قوي اخوات، علشان كده تلاقينا شبه بعض باستمرار. كده طبعا اذنك بقى. اتفضل. قول لي. نعم. اديني 25 جنيه من فضلك علشان اديهم لاسماعيل. مش ممكن، لازم هو اللي يمضي على الوصف. انت فاكرني حرامي؟ اعمل معروف اديني ال 25 جنيه احسن، ده حالته كرب قوي. ما اقدرش يا استاذ، لازم هو اللي يستلمه. يا سيدي ما تاخدش بالك، ما هو انا وانا هو. ما اقدرش، بقول له يجي المكتب يقبض. عنقذني. السلام عليكم يا سفنجان. اهلا سمعه، هو اخوك قال لك؟ ايوه قال لي عشان كده جاي اقبض. اتفضل امضي. امضي كويس. ادي يا سيدي 25 جنيه. السلام عليكم. مع السلامه يا سمعه. الله مين؟ سمعه. اهلا اهلا. ازيك يا راجل؟ والله الله يخليك. قول لي بتشتغل فين؟ بتنضرب فين؟ انا اليومين دول خالي ضرب. والله وحشني. انت اللي وحشني. تعالى يا اخي نتكلم شويه، اقعد شويه بس. قول لي اقعد اقعد بس. والنبي انا مستعجل عشان رايح الساقه. الساقه؟ ليه؟ هتشتري سيره؟ امال ايه؟ انا هشتري كنافه، هشتري اسوره، هقدمها شبكه. شبكه؟ شبكه العروسه؟ امال للعريس. الله هتتجوز يعني؟ الف مبروك الف مبروك. الله يبارك. ايوه كده يا اخي، احنا ولاد فن زي بعض ولازم نفرح لبعض.
ليك من يكتم السر؟ ولا يكتم السر الا شوقي. انت ليك صاحب الا شوقي، ليك حبيب الا شوقي. اخ يا شوقي، انا حبيت بنت بتشتغل معايا كومبارس في الفيلم اسمها سهير. خير؟ من ساعة ما شفتها وانا حاسس ان قلبي ايدا فيها ريقة. ريقة؟ لما حكيلها عن غرامي قالت لي انت مش فتى احلامي. لامي حضرتها عاوزة تتجوز بطل في الطيران. غان، انا لي اخ بيشبهني تمام، بيشتغل في الطيران عسكري. كري، لبست البدلة العسكرية ورحت قابلتها وقلت لها ان انا اخويا حسين. زين، حبتنا على ان انا حسين وطلبت مني ان انا اروح اقابل ابوها واشبكها. بكى؟ واخوك عنده خبر؟ ابدا، اخويا سافر اسكندرية علشان يتجوز، وللصدف المقندلة لغوا اجازته وجم علشان ياخدوه على المطار، وكنت انا لابس بدلته في تكارون وهو خدونا نبداله، ومن ساعتها هم قافشين في رقبتي وانا مزنوق ومش قادر اقول لهم اي حاجة. يا خبر اسود. طيب وليه ما هربتش قبل سرك ما ينكشف؟ ما انا لو هربت هجيب مصيبة لاخويا، لانه بالشكل ده هيقول حسين هو اللي هرب من الجندية، ولو قلت لهم ان انا اسماعيل هياخدوني يحكموني على اساس ان انا لابس بدلة اخويا. قول. علشان كده هفضل انا لابس حسين لغاية ما يجي حسين من الاجازة ويروح هو على المطار. طار. بس اللي محيرنا شوقي اخويا، ازاي هتجوز سهير باسم حسين وانا اسماعيل؟ عين عين. صحيح، لو عملت كده تبقى ارتكبت جريمة تزوير في اوراق رسمية. مية. مفيش غير كونك تفضل متقمص شخصية اخوك شهر اتنين تلاتة. تلاتة. في المدة دي هتكون البنت حبتك من كل قلبها. بها. ولما تتأكد انها حبتك من كل قلبها تقدر بقى في الوقت ده تصارحها بالحقيقة. ايه؟ طب افرض يا فالح يا ناصح خطيبت عرفت ان انا بغشها وفسخت الخطبة؟ مش ممكن. مدام هتكون حبتك من كل قلبها، الحب نفسه هو اللي هيخليها تمسك فيك بايديها واسنانها. ننها. طب انا عاوز منك خدمة. انا تحت امرك. تيجي معايا يوم الخطبة وتقعد تقلب حكايات عن بطولتي وشجعتي في الطيران لغاية ما ترفع مركزي. بس كده ليك علي افضل انفخ فيك لحد ما تفرقع. اتكل على الله، انا مفيش حد ابدا اتكل عليا ولا نجحش. جحش.